تأسس أول بنك في مملكة البحرين في عام 1920، واستمر في تميزه منذ السنوات الأولى من عمله بعلاقات وطيدة سواء مع الشركات الحكومية أو الأهلية. التقرير التالي يسلط الضوء على أهم المراحل التي مر بها البنك. تأسس أول بنك في مملكة البحرين في عام 1920 تحت اسم البنك الشرقي المحدود والمعروف الآن ببنك ستاندرد تشارترد، والذي يمثل نواة العمل المصرفي في المملكة. بقي هذا المصرف هو الوحيد في البحرين حتى افتتح مصرف بريطاني آخر، وهو البنك البريطاني للشرق الأوسط في الأربعينيات. قام البنك بفتح أبوابه في سنة 1920 في بناية القصيبي في سوق المنامة، بحيث يكون البنك قريب للتجار، وكان يعمل بمفرده لمدة 24 سنة ل 1944. والمصرف قدر في هاي الفترة أن يساهم بشكل كبير في دعم القطاع المصرفي في البحرين، وأصبحت البحرين مركز مالي في المنطقة. وبعد 10 عقود متواصلة من الأداء المستمر لهذا البنك ووجوده في 60 دولة، استطاع أن يعزز قدرته على إيصال عملائه إلى المراكز التجارية الأخرى في مختلف مناطق العالم، ليكون أشبه بهمزة وصل بين القطاع المصرفي في البحرين وبقية الدول، بالإضافة إلى مواجهة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وإيجاده للحلول المناسبة في مقدمتها التكنولوجيا المالية. قام البنك بإطلاق التطبيق الإلكتروني للأفراد من فترة، واليوم أكثر معاملات الأفراد تتم عن طريق التطبيق، وعندنا خطط أن ننزل تطبيق متطور أكثر السنة القادمة، بحيث أن جميع المعاملات اللي تتم في الأفرع ممكن تعملها عن طريق التطبيق. بالنسبة لقطاع الشركات، اليوم أكثر من 95% من معاملاتنا مع الشركات تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية. ويستمر البنك في تميزه منذ السنوات الأولى من عمله في البحرين بعلاقات وطيدة سواء مع الشركات الحكومية أو الأهلية، بالإضافة إلى دعمه المتواصل للعائلات التجارية في المملكة بتوجيهات من قيادة اهتمت بتلبية احتياجات القطاع المصرفي لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني. في عام 1920 افتتح أول بنك في البحرين، والذي يعتبر بمثابة نواة العمل المصرفي في المملكة. درب وخرج أجيالاً متسلحة بأفضل الممارسات المصرفية العالمية بتوجيهات من قيادة لم تتوقف يوماً عن دعم هذا القطاع الحيوي. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.